هاي السلطة تقريبا تليانية، هي سلطة جبنة الفيتا، فيتا يوناني، والباستا تليانية، وعندنا مكونات زيادة اللي هي زيت زيتون اللي هي طبعا التتبيلة، وبلسمك فينيجر الخل البلسمي، وليمون، وشوية مي مسقعة أنا دائما بحط بالتتبيلات السلطة، وهدول هون على الوجه، وشوية بندورة. أجيب هلأ الجبنة من الثلاجة، وكمان الخضار الورقية. أنا هون يعني نقيت مجموعة من الخضار منوعة، جرجير وخس، في إشي اسمه شارد، وإشي اسمه الخس اللي هيك بيكون زي الهندبة، من أنواع الهندبة، فيه مرار بس كتير زاكي. هاي الخضار الورقية أو الأوراق، أنتوا بتنقوا على ذوقكم شو بتحبوا، يعني بتزيدوا اللي بدكم إياه وبتقيموا اللي ما بدكم إياه زي ما بدكم. هلأ هون عندي أنا المعكرونة سلقتها، يعني مش تهلط على الآخر، لأن استعملت اللي على شكل فراشة اللي هي اسمها فرفالة، استوت ثلث أرباع، لأنه شوي بدي إياها تتشرب صلصة السلطة، يعني بدي أعمل التتبيلة لو إنها كتير مستوية ما بتشربها، أما هيك بتتشرب من التتبيلة وتصير طعمها كتير زاكي. هلأ حطينا هلأ هون، لما تسلقوا المعكرونات دائما يفضل إنه تحطوا لهم، إذا مش هلأ بدي أستعملها بدي أستنى شوي صغيرة، بحط زيت زيتون، يعني منصفيها ما تحطوا مي باردة، خليها هيك دافية، بنحط زيت زيتون وهي دافية، وبإيديكم هيك قلبوها، شوف كيف ما بتلزق، شوف ما أحلاها، بتصير تلمع، لأنه زيت الزيتون بيغلف حبات الباستا هيك وما بتلزق. هلأ بدي أحط شوية خضرة بشكل، طبعا أنا بحب الجرجير كتير هيك، وهذا الفاتح ألوان، فاتح وغامق، وهو يعني وجبة فيها خضرة وفيها باستا وفيها جبنة وفيها صنوبر بعدين. اوكي، وبندوره، البندوره شوفوا كيف، يعني انا عاده بستعمل كل البندوره، ما بحب هقيم جوا اللب والبزر، ما عمري لقيت انه شيء مزعج، يعني في وصفات بيقولوا انه قيموا هيك، هي بس هاي بهاي السلطه بقيم اللب يعني ولا شيء، بمعلقه صغيره هيك تقيموها هيك مثلا، وبعدين بنقطعها تصير، بعدين اي شيء نقطه قاسيه هاي بفوق عند الراس بنقيمها هيك ونقطعهم، يعني ما بدها شي شغل. هلأ بدي أحضر الجبنة عشان بدي أحطها على الوجه هيك أفرفكها بإيدي، خليني أخلط السلطة نتفة عشان يكون كل شي، بكل لقمة فيها معكرونة وفيها خضار وفيها بندورة ولا أروع من هيك. أوكي، هلأ بدي أسوي التتبيلة. تتبيلة عندي زيت زيتون كمية منيحة، بدي أزيد أنا زيت الزيتون كتير بحبه، شوية زيت زيتون زيادة، بعدين عندي عصير ليمون، يعني أنا حطيت هلأ بدكم تقولوا ثلث كوباية زيت زيتون، لأنه المعكرونة بتشرب زيت، لو إنه ما في معكرونة ما بحط هالقد، بعدين شي معلقة كبيرة ليمون عصير، ومعلقة كبيرة الخل البلسمك، لأنه حد قوي، يعني معلقة كبيرة بتكفي وزيادة، كتير بيعطي نكهة زاكية وفيه شوية حلاوة وشوية حدية زي الخل، بس طبعا على أزكى. أنا بحط مي مسقعة هيك نقطتين ثلاثة خلاص، بعدين الفلفل الأسود، وطبعا ملح، طبعا لما نسلق المعكرونه بنحط ملح بمية السلق، فالمعكرونه مش بحاجه، وبضربها هيك، كانه الهواء لما بيدخل بقلب الزيت هيك بخليه فلافي، ها شوفوا بصير زي كانه شيء كثيف، مش هيك زيت وبس. هلا بدير هالتتبيلة الشهية،
حتى آخر قطرة. وبعدين بخلط. هلأ شو بدي أحط أنا؟ في إشي بدي أحطه على الوجه اللي هو الجبنة والسنوبر، بس بما أني بدي أقدمهم أنا بصحون كل واحد فردية ما بدي أحط هلأ الجبنة، بصير بعدين هيك تتخلخبط مع بعضها. كل صحن بقدمه بحط له حصته من الجبنة والسنوبر على الوجه، بضل هيك شكلها مرتب. فهلأ بدي أجيب صحن تقديم هيك، طبعا حاولوا يكون فيها من كل المكونات بكل حصة، يعني أنا صحني بكتر فيه المعكرونة أكيد، كتير بحب الأنواع الباستا والخبز والعجين. هاي هيك على الوجه لأنها شكلها حلو. هلا هذا صحن بدي أحط له شوية جبنة، يعني تقريبا لهيك صحن بدي أحط شي معلقة كبيرة. بس هلا الحلو انه بايدي افتتها، يعني اذا قصيتها هيك مكعباتها مش غلط، يعني هيك بس بحسها هيك مش شهيه قد لما تكون هيك هيك عشوائيه بتكون الجبنه، بحسها بيدخل فيها الصوص التتبيله وهي هيك شكلها مش مرتب هيك. بعدين رشه الصنوبر بعدين شو بدي اعمل زياده، بدي ارش شويه زيت زيتون هيك بالاخر بتصير تلمع، وعلى الجبنه بيجي شويه زيت. ها هي سلطه الباستا مع الخضار وجبنه الفيتا صار جاهز. هلا عندي السي فود صار اكيد جاهز بالفرن، اروح افقده.